شوف انا هجيب لك اللي انت عايزه. ايوه بس اعلى حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضراتكم تابعتوا الفتره الاخيره يعني رجول رجل الفراخ. معانا النهارده يعني الاستاذ عيد هيعرفنا على سعرها بتعمل ايه وايه الفايده منها وايه الضغط اللي حصل فيها. استاذ عيد. استاذ وليد عامل ايه؟ اهلا وسهلا يا باشا. قول لي بقى ايه الحكايه بتاعت الفراخ والرجول؟ هي طبعا علميا يعني ان الرجول الفراخ بيبقى فيها ماده بتبقى حلوه للخشونه بتاعت الرجل. الولاد بكام؟ والماده حلوه لخشونه الرجل والعصب والكلام ده. الولاد ده 54 عام. طب ما حدش ما كده 2 كيلو. كده عايز 22 20 بس. كم بقى كيلو؟ كيلو من المدات احنا بنجهزه زي كده بيتباع ب 10 مثلا. هو المفروض المفروض يبقى اعلى من كده بس يعني هو مغليش من لا 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 ما حصلش ده مش كل الناس يعني اللي بتغلي سعرها وكده في حد بيطلع كميات ممكن يرفع سعرها. كيلو كيلو ب 10 جنيه. لكن احنا بالنسبه هنا في المكان بنبيع كيلو ب 10 جنيه. كيلو ب 10 جنيه. دي وراك الوراك عامله 54. بالنسبه للجناحه طبعا الوراك والجناحه دي لحوم عادي جناحه بتاعت فراخ 35. البنيه عامل 108. غالي ولا هو ده سعره؟ لا هو رفع شويه بالنسبه للفتره الاخيره عشان العلف غالي وكده ثبت شويه الفراخ. البنيس عامله 60. قول لي بقى بتبيع حاجتك انت كلها فريش؟ كله فريش شغالين 82 النهارده. فراخ بلدي الفراخ البلدي ب 70. فراخ البيضه سعرها 51. في فراخ حمرا عامله 45 بس بتاخد صور شويه بس حاجه حلوه يعني شربتها حاجه جميله. قول لي بقى عمال بتجيب الفراخ بتاعتك ليه؟ التجار بتطلع بنا ونايه.